هذا يسأل عن زكاة الدين، يسأل عن زكاة الدين. الدين الذي لك عند الناس هو ملكك، يجب عليك أن تزكيه كما تزكي المال الذي عندك، إلا إذا كان الدين على معسر أو على مماطل ولا تدري هل تحصل عليه أو ما تحصل، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه. إذا قبضته وتم عليه سنة بعد القبض تزكيه، أما ما دام أنك ما تدري هو يجي ولا ما يجي، لأن المدين معسر أو مماطل ولا تدري هل تحصل على الدين أو لا، لا يجب عليك زكاة حتى تقبضه. أما الدين الذي تثق من حصوله لأنه عند موسر وباذل، فهذا تجب عليه الزكاة كل ما حال عليه الحول وإن لم تقبضه، لأنك لا تخاف عليه. نعم.